باميلا الكيك تنتقم من ستيفاني عطلة وتدخلها السجن، ومحمود نصر يتدخل. تطورات جديدة تكشف بينهم. ما زال مسلسل كريستال يتصدر الترند على مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث جوجل، وحاز المسلسل على نسبة مشاهدة عالية إلى اللحظة. ويشارك في بطولة النسخة العربية من مسلسل حرب الورود التركي محمود نصر الذي يجسد دور الدكتور جواد في المسلسل، وباميلا الكيك التي تجسد دور عليا، وستيفاني عطلة التي تجسد دور فاي. مسلسل حرب الورود صح، قد ايه القصة بتشبهه؟ يعني انت بتعرف هذا الفورمات تركي كل مرة. وفي التفاصيل اتضح في الحلقة 15 من المسلسل أنه من غير إفادة باسل يصبح وضع فاي صعب للغاية في القضية، حتى تدخل جواد في اللحظة الأخيرة لينقذ فاي. في أقوالها أمام المحكمة قالت فاي إنها تربطها علاقة صداقة قوية بباسل منذ الطفولة، قائلة: أنا وباسل رفقاء منذ الصغر، مشددة أنها لم تحاول قتله كما ادعت شقيقته عليا. وهذا العرض الأول لإلا مشاعري اتجاهها هيك كثيرة. التي تدين فاي، إلا أن تدخل جواد بعد ذهابه إلى المستشفى ليخبر باسل بوضع فاي ويطلب منه أن يشهد بالحقيقة لكي تخرج فاي من السجن، رغم كل محاولات عليا في أن تخفي الحقيقة عن شقيقها باسل. ورغم وضعه الصحي حضر باسل إلى المحكمة ليشهد بالحقيقة ويروي تفاصيل إصابته بطلق ناري على يد أوس بعد أن كانت فرص فاي في الحرية شبه معدومة. يعني بس بخجل بينه وبين حالي، بس تمرق الأمور عادية يعني. ما عندك مشكلة، فإذا منضوي ثالث خيار بالمبدأ. بس وقالت المحكمة أن نظراً لظهور الشاهد الأساسي بالقضية تؤجل الجلسة لغاية 28 أيار، ونظراً لعدم توفر الأدلة الكافية على حدث المتهمة فاي جبر، وتقرر المحكمة إطلاق سراحها بشرط الإقامة الجبرية ومنعها من السفر لحين صدور القرار النهائي. أما المتهم أوس نصر يحكم عليه بغرامة مادية قدرها 15 مليون ليرة لبنانية، وحين تدفع يطلق سراحه بشرط الإقامة الجبرية ومنعه من السفر. الجدير بالذكر أن أحداث مسلسل كريستال تدور حول فاي ستيفاني عطلة، وهي فتاة فقيرة تعيش في ملحق قصر خاص بأكبر وأشهر مصممة أزياء تدعى عليا باميلا الكيك. وتبدأ المنافسة بين الاثنتين على حب طبيب مشهور يدعى جواد محمود نصر في إطار درامي اجتماعي رومانسي.